مرحبا شباب، اليوم جبت لكم طريقة كيفية عمل فلتر بيولوجي طبيعي باستخدام النباتات. كل من عنده نظام فلتر هوائي او واتر بام، هسه انا عندي نظامين راح اشرح لكم بالنظامين، هذا النظام الهوائي وهذا النظام المائي. بالسيح يعني سيحا يروي او يصب بهذه العبوة البلاستيكية. هذه العبوة البلاستيكية بها نبات اللبلاب، جذور النبات اللبلاب مثل ما تشوفون جذورها منتعشة، هذه جذور تمتص الأمونيا وعن طريق البكتيريا راح تسحب الأمونيا وتفسخها إلى نترات ومن ثم تخرج خارج الحوض. راح نقدر نصفي الحوض بهذه الطريقة. وبهذه الطريقة حققت هدفين، انه الجولد فيش يأكل النباتات ويأكل جذور النباتات، وعنده تغليفه بهذه العبوة البلاستيكية راح تمنع الجولد فيش من اكل جذور النباتات. وبنفس الوقت احبس مكان الامونيا في مكان واحد، يعني من تنحبس الامونيا في هذه العبوة البلاستيكية راح تزيد فعالية الجذور على تصفية الأمونيا. ظلوا وياي. هذا عندي الواتر بام، نظام سحب المياه، راح يسحب المياه. هاي المياه راح تصب بهذا الأنبوب البلاستيك. مثل ما تلاحظون أنا زارع أيضا الأنبوب البلاستيكي بهذه النباتات، نبات اللبلاب. ليش اختاريت نبات اللبلاب؟ نبات اللبلاب جذوره تمتد بصوره كلش سريعه اذا توفرت لها البيئه المناسبه. مثل ما تلاحظون حتى اوراق النبات شلون منتعشه، هذه دلاله على خصوبه المياه وجودتها لهذا النبات، وهي عمليه منفعه تبادليه بين الاسماك وهذا النبات. على العموم هذه المياه راح تمشي بهذا الانبوب البلاستيكي، راح تبقى النباتات فلتر وتسحب الأمونيا إلى أن تصب مرة ثانية بهذا الأنبوب. هذا الأنبوب راح يصب بالأسفل. مثل ما تلاحظون أكو فقاقيع من الهواء والماء ينزل جوه. هذا العبوة البلاستيكية يعني هي عبوة بلاستيكية مال شامبو أو زاهي منظفات، بس تغسل جيدا بالماء، جيدا بالماء أكد عليها وتنثقب من الاسفل. انا ثقبتها، يمكن بالامكان ان اعرض لكم ثقوب. اذا تشوفون هذه كلها ثقوب على مود تخرج المياه من الاسفل. ماشي. اذا ما عندكم هذا النظام تقدرون تستخدمون هذا الانبوب الهوائي او نظام الفلترة بالهواء. كل ما هنالك راح نوضع، وضعنا هذا الانبوب الهوائي اللي راح يصير هاي فقاعات الهواء راح تسحب المياه من هذه الثقوب، تسحب هذه المياه من هذه الثقوب. راح تصعد الامونيا على الجذور، والجذور راح تفلترها بعملية بسيطة عن طريق البكتيريا البسيطة اللي راح تحولها الى نترات، وترجع المياه نظيفة وبصورة طبيعية. طبعا هذا الفلتر تحتاج الى ادامة وتنظيف كل اسبوع تقريبا. تغسل العبوة جيدا، اني هسه غسلتها لان توسخت، ولكن شوفوا النباتات صحتها شلون جيدة. هذه دلالة على فاعلية هذه العملية. فلتر كلش بسيط غير مكلف، اللي ما يحبون يصرفون اموال طبعا تقدرون تطوروها لهاي العمليه. شوفوا انتوا ارائكم شلون. انا خالهم حلزونات، هاي الحلزونات لها دور فعال في مسح جدران الحوض وتخليصنا من الامونيا، على الرغم من انها هم تفرز فضلات، لكن هاي الفضلات تتحول الى فضلات سهله التحلل. وإن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وطوروه إذا حبيتوا. تحياتي لكم.